بس يمكن حكاية صغيرة لأنه ذكرتني فيها بعتقد غصون. هذه خرافة هندية من الهند عن قصة المرأة اللي بتخاف من جوزها ومين بيخاف من الثاني. الهند بيقولوا انه براهما كبير الالهة عند الهنود قاعد يفكر، اخذ شوية طين صار هيك يعجنهم بايده صار يرسم غصم منهم مرأة، شايف منظرها حلو حطها على الارض جنب نهر، بس خليه لشفونا مسكرة ما تقشعش، شفونا عيونها مسكرة، قد ما لقاها حلوة اخذ شعرة من شعرات من هالشعرة عمل الرجال زلمة، كمان عيناه مسكرة حطوا بغالي، قال هول بيشبهوا بعضهم، هول بيكملوا بعضهم، لازم يلتقوا ويتكاتروا، بس بدي أعرف مين منهم بياخد المبادرة، مين منهم بيقوم بالخطوة الأولى لعند التاني. هيك إذا شفنا مين منقرر إنه هذا القانون بضل القانون هيك لآخر العالم. إذا الرجال قام خطوة الأولى إذا هو يروح يطلب إيد المرأة، وإذا العكس بيكون العكس. والله هالمرة والرجال مش عارفين، ما حدا بيعرف انه التاني موجود. المرة عايشة جنب النهر بتجمع هيك حشيش بتاكل، بتفتش على الثمر هيك هي ومغمض عينيها بتاكل، والزلمة بالغابة نفس الشيء. براهما كبير الآلهة قالش بضلني قاعد عم راقبهم، رسم طريق بين اثنين، حط على الطريق ورق شجر يابس، قال بس حدا يمشي بسمه بتطلع تشوف مين رايح عند التاني. يوم من الايام هالمرة عم تفتش تاكل، نط الضفدع بوجه مسحت عينيها بضفيرة، فتحت شفونها، فتحت عينيها طلعت هالأرض كانت حلوة، النهر حلو، شافت هالطريق قالت ما في طريق إلا بوصل لشي محل، هالطريق أكيد بوصل لمحل، بس ليش حطوا عليه ورق يابس؟ ليش ما عرفتش، بس قالت أكيد في سبب. أخذت مي من النهر حطت مي على الورق اليابس وراح مشيت عرواء ما حدا سمع شيء. وصلت على الغابة لقت هالرجال مغمض عيناه مدت تحت شجرة، ايامك ايه كان الرجال حلو لقيته حلو، فتحت له عيناه طلع فيه، اذا هو كان حلو هي كانت احلى منه بألف مرة، فتح عيناه طار قلبه، عبطوا بعضه بقيوا هيك كل النهار قسم لله. قبل ما يطلع الضوء فكرت هي، قالت هلا بتطلع الشمس بينشف الورق، خليني روح هلا، قالت بدي ارجع على النهر، انا بدي على النهر، قال لها خليك، قالت لا بس بدك ياني تيجي تشوف، راحت راكت ما رأيت قاعد. هلا الزلمه بده يعمل زلمه نطر، قال بكير هي بترجع، نطر ساعه اثنين ثلاثه طلعت هالشمس بطل في ناطر، راح راكت عم يدعى الزعساش مثل الدل، قد ما عمل ضجه طلع براهما شيخ، قال يه يه هيدا الزلمه اللي بيروح لعند المراه مش العكس، هو اللي بيقوم بالخطوة الأولى. فإذا من اليوم ورايح على الأرض الزلمة بيقوم بالخطوة الأولى، يقال إنه هاي العادات هيك صارت، والزلمة يفكر حاله قايم بالخطوة الأولى، بس المرأة تضحك بعبة لأنه بتعرف إنه شو ما صار هي ماسكة المبادرة. هذه حكايتي حكايتها وبعبتها حكايتها.